بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملات بخير وعلى خير يا رب. الفيديو هذا هو عبارة عن روتين ديال آخر شهر 8، اليوم الأخير في شهر 8. نتمنى حبيباتي يعجبكم وتاخذوا منه أفكار إن شاء الله. حبيباتي هنايا كما كتشوفوا دائما المطبخ ديالنا ما نعسو حتى نقوه ونرتبوه ونوجدوا البلاطو ديال الفطور ديالنا. نخرجوا شي حاجه بغينخرجوها من المجمد ونخرجوا الزباله اكرمكم الله. هنا حبيباتي اول حاجه درت الماء يسخن على حساب القهوه ديالي والحليب المنتي، لان كنشرب قهوه كحله ومنتي كنشرب الحليب بالشكلاط. وخرجت خبيزات كنت مخرجتهم قبل، درتهم سخنتهم واحد شويه غرفنو، كنسخن الكوكوت مزيان، كنطفي عليها البوطه وكنقص عليها كنحطهم فيها وما كنديرلهاش الصفاره، كنسدها كيسخنوا بحال سخناهم في الفران. تما كتشوفوا حبيباتي هذاك سميتو الريزرفوار ديال لاسبيراتور، كنت غاسلته خليته ينشف تما من اليوم اللي قبل. الكوزينه ديالي هي مرتبه نتوما كتشوفوا. حبيباتي اول ما طاب الحليب حيدته خويته في البريقه ديالو او في الغراف ديالو، شديت الكاسرول درت فيها الماء باش ترطب لي. هانتوما كتشوفوا حطينا الفطور ديالنا، غادي نفطر غير انا وبنتي، وكاين تما الضفاتير ديال الحسابات. اليوم اخر الشهر كنديروا الحسابات ديالنا. حبيباتي فطور بسيط هانتوما كتشوفوا، دايره الماء الحامض تما. غنوريكم الدار نقيه، دائما الدار تكون مرتبه وتكون نقيه، و يعني الا مشينا بنظام راه كلشي كيكون نقي ومرتب. حبيباتي من الاحسن كتكون عند نفسيتك، كتصبحي مع الصباح نفسيتك تصبحي مرتاحه ونفسيتك مزيانه وانت سعيده الا كان دارك نقي. حبيباتي هانتوما تشوفوا الفطور ديالنا، القهوه انا كندير غير قهوه كحله ما كنديرش السكر، غادي نشرب هذاك الكاس ديال الماء الطايب بالحامض. يلا بديتو هاد تقريبا شي 3 ايام، ان شاء الله نداوم عليه، قالوا زوين. غنحاول ندير واحد الريجيم. المهم حبيباتي هنايا كاين خبز، كاين زيت الزيتون، وكاين شويه الكونفيتور، وكاين الزبده، وكاين الفرماج مثلثات. هذيك الزبده حبيباتي اولا غنشرب هذا الكاس ديالي. هذيك الزبده حبيباتي كتشوفوا ديال هذوك الصغار كنت شريتها، كنا سافرنا واحد 3 ايام واحد سميتو البلاصه، وشريتها ديتها انا كنبغي الزبده هذا، وديتها كتجي ساهله هذيك احسن من تمشي تقلبي على الزبده، متعوده على واحد النوع الزبده. المهم ماشي هذه ولكن بحالها تقريبا. المهم لقيت غير هذه هي اللي دايرينها في هاد الباركيطات الصغار، شديتها كتجي ساهله اقتصاديه، ما تمشيش لبلاصه تقلبي على الزبده وتضيعيها، كتفتحي وحده كتقد للشخص. هانتوما تشوفوا فطورنا ان شاء الله، وهادو الضفاتر حبيباتي ديال الحسابات. كتعرفوني في اخر الشهر غنهضر عليكم نهضر لكم عليهم في الفيديو باقي. هذاك ديال الشهر اخر الشهر، وهذا كنجمع فيه كندير فيه يعني لي كالكول ديالي، كنجمع الحسابات، وهذيك باش كنغرافي هذوك وكنجمع هذوك التيكيتات ديال المقادي وديال الضو والماء وداكشي. من بعد حبيباتي كالعاده بعد الفطور كنغسل، جمع دوك المويعنات غسلتهم، حيد داكشي اللي غادي يترمى، غسلت المويعنات ديالي بالصابون شويه ديال جافيل، طبعا دائما جافيل، وما تنساوش التريكو ديال التريكو المناضل معنا في هذا الفيديو هذا، حتى راه داخل اليوم. وعاوتاني داك الثقب رجع ليه مسكين فاش تصبن رجع له يعني. حبيباتي غسلت المويعنات ديالي، قديت البلاطو ديال الفطور، نشفتهم قديت مسحتهم يعني، مسحت البوطاجي ديالي، لابلاك نقيه، صوبت البلاطو ديال الفطور، رجعت المويعنات بغا يرجعوا، مسحت الحوض ديالي نقيته، طبعا شويه ديال الخل دائما باش ما تبقى فيه شويه ديال الجافيل ما تكونش فيه الريحه. غسلت الشيفون، جمعت المويعنات، المطبخ ديالي نقي، مشيت خرجت واحد شويه ديال هذا ديال اللحم مقطع على حساب البغوشيت، كنت درتو على حساب البغوشيت وقسمت منه شي حاجه دخلتها للمجمد، غادي نقليها في المقله مع الغداء نخليها تطلق من المجمد. هنا نتوما حبيباتي عارفين بالله الحوض ديالنا دائما خاصنا نقوه ونظفوه ويكون نقي وما فيهش روايح، هادشي راه معروف عند البنات كاملين غير انا، وفي الحقيقه
كنقول علاش نصور هذا الشيء، ولكن هو طالع في الروتين. يعني جاني ما عرفش نصور شي روتين بدون ما نوريكم الحوض كيتنقى وكينقي وجهه. المطبخ ديالي هو كتشوفوه، لانه كل ما كنا منظمين كيكون كل شيء مرتب. بنتي دازت دوزت غير داك السويفر هكا على الارض بدون ما باش ما درتش، حنا ما كنديروش الطابه في الصراحه، كندير غير كنا نسيقو. دارت غير داك السويفر على سميتو، حيدت به ديك داك الغبار اللي كيكون على الارض، ولا كانت شي حاجه ديال بحال شي شعيره ديال القطيطات ولا شي حاجه، وجمعناها كنصب كنحيدو هذيك طبعا هذيك الاسفنجه ديالو او هذاك القطن اللي عليه، كنصبنو خاصو يطلع يتصبن عندي باش نبدلو غيارات اخرين. هانتوما كتشوفوه غير هو داز بدون ما دورناش الجفاف، كنا سيقنا نهار السبت الدار، يعني هاد الربعه هذه ما سيقناهاش. وهانتوما كتشوفوا الارضيه ديالي نقيه كتلمع. خرجت حبيباتي الحيمات اللي قلت لكم يطلقوا الغداء، هنايا كندير لهم القطيطات الغداء ديالهم. مره مره القطيطات ديالنا كيبغوا، لانهم هما من الحيوانات المفترسه، يعني كيبغوا الحيمات ما يكونوش طايبين. خرجت لهم شويه دلدان، غنسخنوا غير شويه في الميكرو ونعطي لهم اخضر. مره مره كيبغوا الحيمات خضر. الحساب ديال اليوميتين بما انكم عرفتوا هذه المذكره هي اليوميه اللي كنسجلوا فيها اليوميات المصاريف اليوميه، كنشدو كنجمعوا هذوك المصاريف اليوميه، كل حاجه كنشدو واحد الورقه كنكتبوا مثلا المواصلات، كنجمعوا كل شيء المواصلات اللي كانت تما، كنجمعوا التوتال ديالهم، كنمشوا لهاد المذكره هذه، كنديروا المصاريف الاجماليه ديال الشهر، مثلا شحال عطينا في الترونسبور او في البنزين اللي عنده السياره ديالو. المهم انا بما انه ما عنديش سياره غندير اللي عطيت في ترونسبور في هذا الشهر هذا. اللحم اللي شريت مثلا من جيلنا كنكتب اللحم شحال شريت في هذا الشهر هذا شحال صرفت. الخضر الهري وهكذا كنجمع كل شيء من هنايا، وشي حاجه الصحه مثلا وكل شيء، كل شيء كنجمعه في الاخير في هذه المذكره هذه، كنعرف شنو خسرت في هذا الشهر هذا او شنو صرفت نفقت في هذا الشهر هذا. سالينا دابا من هذه المذكرات، عرفنا دابا شنو بقات لي هنا، شديت الراتب ديالي او الشهريه كنتخلص، كنفرقها كنحيد منها واحد المبلغ، كنفرق داكشي اللي بغيت انايا اللي عندي 2150 درهم، هاد الشهر هذا درت غير 2030 درهم، ولاني واحد الظرف ما غنحطش فيه لانه فيه تبارك الله فيه ما صرفتش منه هاد الشهر اللهم بارك، وبقاو فيه وغادي نغش فيه هاد الشهر ما نحط فيه والو. هاد المبلغ هذا اللي بقى ليا غادي يمشي للتوفير للبنك ان شاء الله لحين الله. حيداتي كنجو الأطريف الخمسة ديال الأسابيع الخمسة، أنا درت لهم غير 30 درهم بما أنو أنا عندي خضرة عازلة هنا والبوطة وكلشي، 30 درهم ديال المواصلات، هاد 30 درهم غندير كل واحد فيه 30 درهم ديالو، إلا الظرف الخامس كندير فيه 100 درهم. علاش؟ لأنو هذا للضيوف سميتو إلا جاو هاد الشهر هاد الصيف، عرفتو الصيف والضيوف والحمد لله مكاينش غير اللي كيبغيك، العائلة ديالنا كتجي. لهذا هذا الطرف الخامس دابا هو خاوي حبيباتي شتو، غادي ندير فيه 100 درهم ديالو، 100 درهم ديالو هاهي اللي كندير فيه 100 درهم كل شهر. علاش؟ لانه هذا ماشي غير الترونسبور، فيه الترونسبور فيه مثلا الفواكه اللحم الخضر، وكنحط فيه غير 100 درهم لانه ماشي دائما كيجيو الضيوف، ولا الاكثريه كتجي غير العائله ديالهم اللي كيجيو هما الروس اصلا كيتقداو، لهذا كنخليه. ولكن هاد الصيف هذا ما شاء الله راه هو، ها هو الظرف الخامس غنحيدوه، غنزيد له 30 درهم ديال المواصلات ديالو، ها هي ها هو دابا الظرف الخامس. غنشوف الظرف الاول غندير فيه 30 درهم كما قلت لكم غير المواصلات، وكنحاول باش ما نمشيش بزاف، الا بغيت نمشي الاماكن اللي انا غادي نمشي ليها كنحددها قبل ما مشيت، مثلا غادي نمشي هنا هنا خاصني نعرف باش ما نخسرش بزاف في المواصلات. كنجي المهم هاد الاضرطه ديال الاسابيع، نتوما الا كتجمعوا فيهم الخضر واللحم وداكشي كل واحد كيفاش يدير، وريتكم في القناه كاينين الفيديوهات كيهضروا عليهم، وريتكم شنو شحال تفرقوا فيهم الميزانيه ديالكم. المهم هنا حيدت عليا المواصلات ديال الاسابيع الخمسه، هاهما غادي نجيو حبيباتي للظرف ديال الصحة، ها هو كما كتشوفوا هنايا الصحة كنحط لها 100 درهم كل شهر، راه كاين واحد الفيديو حطيت لكم فيه هذا الشيء. بما انه هادو الفلوس ديال العام يعني ما احتجناش الحمد لله، نمشيو للطبيب الا طبيب الاسنان وكان يعني دافع له قبل لهذا،
هاد 100 درهم ديالو اللي غنضيف هنا، هاد الفلوس هادو فاش كيجي اخر الشهر ما كنحيدهمش، ما كنحيدهمش دائما كيبقاو. كما كتشوف حتى هنايا لقيتو خاوي لانه استعملتهم هنايا، استعملت هاد الفلوس كاملة. هنا لا، هنا ما استعملتهم، ما استهلكتهمش او ما صرفتهمش، ما انفقتهمش، لهذا ضفت عليه 100 درهم. كيبقى عندنا حتى لاخر السنه. اخر السنه اش كنديروا؟ ملي كنجيو نديروا الحسابات ديال السنه كامل، الجرد شنو صرفنا في هذه السنه، شنو انفقنا، كنشوفوا شنو شاط لنا. هنا هذا الشيء اللي شاط في اخر السنه هو اللي غادي نبداو نجمعوا نحيدوا ندخلوا لا بنك، وكيبقى لنا نبداو سنه جديده ب 100 درهم جديده كل شهر. انتما هذه الصيحه يعني في شتو ما شاء الله. وهنا كل وحده على حساب الاسره ديالها تحط 100 درهم او 200 درهم. هذا ديال الهري كنحطو فيه 400 درهم للشهر، ها هي 400 درهم للشهر ديال الهري. بما انه عندي بيت الخزين وقلتها لكم ووريتكم، قلت لكم بيت الخزين راه كينفع وراه اقتصادي، يعني داك اليوم تجيبي داك الشيء مقطع راه اقتصادي. شوفوا شحال تبارك الله وفرت هذا العام هذا. حنا دابا يلا في الشهر اخر شهر 8، شوفوا شحال وفرت فيه ديال سميتو هذا باش نوريكم ديال الهري. كيكون كتهزي مثلا شنو لقيتي مثلا نيدو رخيص كتهزي تجيبي داكشي اللي كتهزي منه، تجيبي داكشي اللي خاصك، الزيت رخيص كتجيبي منه داكشي اللي خاصك، يعني كتسناي بروموسيونات كتشوفي الحاجه كتكون رخيصه لانه انت عندك بيت الخزين ما محتاجاش، يعني ما تبقايش اون با. لهذا بيت الخزين راه رائع حبيباتي، ديروه شوفوا شحال كتوفروا في اخر السنه. يعني كنديروا فيه 400 درهم، ما كنهزش هاد الفلوس، كنخلي حتى لاخر السنه كنشوف شنو خاصني في بيت الخزين، كنتقداه واللي شاط كنحيدو كنديرو مع التوفير، وكنبدا سنه جديده ب 200 درهم ب 400 درهم جديد. نجو ديال الحمام وفلوس فلوسي انا ديال الحمام. ها هي هذا خاوي شتو انا وبنتي، هادو غير ديال الحمام ديال الشهر ديالنا. ها هي كنستعملو من الخطرات، وهذا كنزيدو عليه من الخطرات، كنبغيو شي حاجه شي كريم ولا شي باقي خاصني نزيد لهداك شويه نبحبح له الميزانيه ديالي. هذا حبيباتي ديال اللحم، كندير فيه 100 درهم للشهر كما قلت لكم ديال اللحوم. بما انه انا كنقتصد في اللحم، وبما انه انا الحمد لله ما شريتش العيد الكبير، كيشروه لي عائلة زوجي الله يخليهم والله يتقبل منهم ان شاء الله، بقاو عندي فيه الفلوس 100 درهم. 100 درهم صرفتها لاني كنبغي الصرف، كنصرف منهم كنرد هذوك مجموعين. ها هي 100 درهم ديالو غنضيفها له. فاش كنلقى اللحم رخيص، الدجاج رخيص، كنتقدى منه وكنوفر في المجمد. المجمد حتى هو كيساعدكم كتجمعوا شي حاجه. ها هو ديال اللحم وديال الدجاج ولا داند. هذا حبيباتي ديال الخضار، انا كندير فيه 100 درهم للشهر. 100 درهم حنا جوج الاشخاص، الا جاوا الضيوف راه كنستعملوا الظرف الخامس كنتقداو منه. شتو حتى هو خاوي 100 درهم الخضار كتكفينا، 150 درهم بين الخضار والفواكه كتكفيني للشهر الصراحه صدقوني. الا كتعرفي تقداي وتعرفي الوقيته، راه وريتكم واحد الفيديو كيهضر على توقيت تقداي فيها الخضار والفواكه، وبحالاش تخزنيهم في الثلاجه وبحالاش تحتفظي بهم. التفاح ما كنحطوش مع الليمون، ما كنحطوش مع الموز، لان واحد كيفسد واحد. هذا هو ديال هذا حبيباتي ديال الماء والضوء والتليفون ولا الانترنت. هذا كنت كنحط فيه 700 درهم للشهر، وليت كنحط فيه 800 درهم للشهر. علاش؟ لانه كما كتعرفوا الضوء ولا كيجي غالي، والماء حتى هو ولا كيجي غالي. هنايا ها هي 800 درهم ديال هذا الشهر، وكان شايط ليا فيه 70 درهم. ها هي 70 درهم شاط ليا من الشهر اللي فات، من الشهر مشويه من داك الشهر اللي شاط كنحطو فيه حتى لاخر السنه وكنحيدو، ما كنحيدش. ولا خاصني شي حاجه كنسلفها له كنحيدها من الشهر الاخر، يعني بحال السلف. هذا بحال هاد الاظرفه راه دايراهم بحال شي واحد كنسلف عنده كيسلف، يعني ماشي انا، بحال هما راه كنرد ليهم اللي خاصهم وكنخلي فيهم اللي شاط ليهم. هذا حبيباتي ديال الغاز ديال البوطات ديال الدوش، لو كندير فيه 100 درهم للشهر. كنتقدى عندي البوطات في السطاح جوج ثلاثه ديال الدوش ديال الكازينيير وديال الفران، وعندي هنا جوجات ديال الفران وديال الدوش، والصغارات جوجات. يعني كل مره كنتقدى، دائما عندي ريزيرف ديال الغاز كنتقدى. هذا حبيباتي ديال الحوت،
100 درهم للشهر، 25 درهم كل اسبوع. من الخطرات ما كنصرفوهاش كامله، ولكن هذا الصيف هذا تبارك الله صرفت ها هي 100 درهم ديالها. هذا حبيبتي الظرف ديال البريكولاج، هو كندير فيه 30 درهم كل شهر، وبما انه بعض الاحيان ما كنديروا ما كنخدموا حتى شي حاجه في الدار، ولكن بما اني قررت بالله غادي نغير السرير ديال ابني، عمته الله يجازيها بخير دورت معاه فاش كان جا في الصيف، قالت معاه قال كيضرني داك هذاك السرير ديالو ما عجبوش، قالت لي هاك دورت معاه هذيك التدويره حطيتها له في هذاك الظرف، غادي نبقى نكمل ليها حتى نصاوب له سرير مع 60 30 درهم ديال 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 البريكولاج. هذا الشهر هذا غادي نغش، ما غادي نحطش فيه هذيك 30 درهم اللي قلت لكم هي اللي غادي نغش فيها. حبيباتي هذا هي الميزانيه ديالي فرقتها قدامكم الشهر، هذا الروتين هذا نوريكم، اللي شاط ليا غادي نديه ندخلو للبنك، واللي كيشاط من هاد الجويه كنخرج في الاخر السنه وكنديروا له جرد وكندخلو نجمعوه في التوفيق. نتمنى حبيباتي هاد الشويه يفيدكم. حبيباتي فاش كملت من جرد الميزانيه وتقسيم الميزانيه ديال هذا الشهر ودرت حساباتي عرفت شحال نفقت في هذا الشهر شحال غادي نوفر من بعد ما كان، طبعا راكم عارفين ولدي كيقرا برا كنصيفط له الفلوس ديال السكن وديال هذا، اللهم لك الحمد يا ربي، الله دمها نعمة علينا وعليكم وعلى المسلمين، الله يفتح لنا ولكم أبواب الرزق من أوسعها يا رب العالمين، اللهم لك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن شكرتم لأزيدنكم، اللهم أشهد إني شاكرتك على كل هذه النعم يا رب. حبيباتي دزت هنايا كندير الغداء، شديت ثلاثه الحبيبات ديال حبيبات حبات ديال البطاطا نقيتهم، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو حيت فاش كنت كنقيهم غسلتهم عاود قطعتهم عاود غنغسلهم غندير لهم شويه الماء والملح وغادي نديرهم يتسلقوا، وهما اللي غادي يكونوا، ما غنديرش خبز في هذا الغداء ولا روز ولا، هما اللي غيكونوا يعني في هذا البلا ديالنا. حبيباتي شديت هنا واحد المقلة درت فيها ملعقة نص ملعقة كبيرة ديال صلصة الطماطم اللي درتها في المجمد، درت واحد شوية ديال الثوم ودرت شوية ديال البقدونس، درت القليل من التوابل اللي دايما كم عارفين انا مقدم في الدار، درت شوية ديال الزيت ملعقة واحدة ديال الزيت المائدة، شوية ديال الملح، ودرت دوك اللحيمات اللي مقطعين على شكل كباب غادي نشحرهم في هاد، غادي نضيف عليهم واحد ملي يتشحروا مزيان غنضيف لهم واحد شويه ديال الماء، غير قياس ثلاثه الملاعق كبار مع داك البخار ديال الغلاقه ديال المقله، غادي يطيبوا مزيان وغيتشحروا مزيان. ها انتم حبيباتي كتشوفوا كيفاش تشحروا مزيان، درت هذيك البطاطا كتسلق هنا، مشيت قديت الفواكه ديالي شويه ديال الدلاح شويه ديال العنب، الدلاح مقطعين هكا طريفه صغيره او المنون او اي حاجه كنحطوها القليل، وهذا كيصلح للناس اللي عندهم ناس كبار في عندهم مرضى السكر او عندهم هذا، يقطعوا ويعطوهم في صحون فرديه كيتحطي له غير القياس، يعني ما غاديش ياكل اكثر من القياس. هنا نجو حبيباتي للسلطه، البنات اللي كيسولوني على السلطه، غير هذوك العلب يكونوا نقيين يكونوا كيتسدوا مزيان، الثلاجه ديالكم تكون تبرد، وجربوا غير السلطه ديال يومين ما تكون فيها شي حاجه خايبه، ديك الخضره تكون نقيه يعني جديده طريه قطعيها، الخيار تحيدي له القلب ديالو داك الوسط ديالو وقطعيه، انا كنقطعو بديك ديك القطاعه اللي وريتكم في واحد الفيديو سهله، قطعه يدويه ماشي ديال الضو، قطعت ما تقوليش كنقطع بها مطيشه كنقطع بها كلشي غير هذاك الباربه قطعتها في الماكينه ديال واحد الماكينه اخرى. هنا الخس حبيباتي كما كتشوف حتى هو نقي، هو هاد السلطه هذه عندي دابا 4 ايام في الثلاجه 4 ايام هي كان هانتوما ضروري تلقاي واحد شويه الخص الطريف ديالو هكا ما حيتيه فاش كنتي تنقي، اما هو راه هانتوما كتشوفوا واقف مزيان الباربه واقفه مزيان. هنا غندير في هاد السلطه هادي غير مطيشه الخيار شويه ديال الخص شويه ديال الباربه، وغنقطع عليها جوج طريفات ديال الكورنيشون، درت لها واحد الصلصه ديال الزيت شويه الزيت شويه المائده شويه ديال الملح شويه ديال الخل. هنا انا ما كنبغيش الفلفل الاسود او البزار في السلطه ديالي، كنخلطو احيانا مع المايونيز اللي مصاوبه في الدار ولكن ما كنديروش مع هكا. قديت هذيك السلطه ديالي هكا عشوائي يعني ما كان عليا ندير الباربه مقاده مع انفاس مع او
مع الطماطم باش يجيك شي احمر، والخيار والخس المقطع نديرهم هكا على جنب، ولكن درتها هكا عاديه. حطيتها، حطيت ديك البطاطا كتشوفوا، ديك الصلصه مع داك شويه ديال، وهاد الاكل هذا، هذه اكله، هذيك بطاطا هكا اكله بلجيكيه، كيديروا بطاطا هكا كياكلوها تقريبا، الا ما كلوها فريز او كروكيت كياكلوها بحال هكا مسلوقه. غير هي فاش كنديروا هذيك البطاطا على النار، فاش كنخو داك الماء عليها حبيبتي، كنشفوها مزيان 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 من داك فوق النار، رجعوها فوق النار، نبقاو نهزو ديك الجميله او الكاسرولة او هذا، نبقاو نهزوها هكا سخدن او سكوي بحال هكا، باش ديك البطاطا تنشف وتجي مرمله، ما تجيناش بحال عامره بالماء، كتنشف من هذاك الماء، كتجي مرمله زوينه. كدير عليها اي صلصه بغيتي، صلصه بشاميل، اي صلصه بغيتي، وغير بالكيتشوب او شويه المايونيز، كدوز تاكليها مع السلطه، مع شويه الحيمه وشويه الحوت، كتجي رائعه حبيباتي. هكذا قدمت الغداء ديالنا انا ومنتي، سلطه، فواكه، شويه الفواكه، شويه الدلاح او البطيخ والعنب، حطيت تما واحد الكيوردون باش نهز العنب، وواحد الفرشاة صغيرة او شوكة صغيرة للبطيخ. كنديرو هذاك شوية الصلصة على هذيك البطاطا، كتجي رائعة. السلطة ديالنا رائعة، نتمنى حبيباتي تعجبكم هاد الأكلة هذه. من بعد حبيباتي دزت للمطبخ، أول حاجة درتها هي مسحت لابلاك وغطيتها على القطيطات، لأنه خطرات كيدوزو ليها كيبقى لي طراس، عرفتو هذيك لابلاك دوا. هنا هانتوما كتشوفوا الماء، انا غادي نغسلهم، ما غاديش نبرزتكم كاملين نغسلهم، غادي غير نوريكم مختطف صغير، مختطف او مقتطف صغير، ما عرف سميتو واش مختطف او مقتطف، خاصني نقلب على هذه الكلمه هذه. غسلت المعنات ديالي، نشفتهم، لا ما نشفتهم عفوا، وقفتهم على الزيف، خليتهم واحد شويه. مسحت الحوض، قبل ما نمسح الحوض حبيباتي دزت الكوكوت الصغيره ديالي، دائما كل نهار كنقول خاصني نغسل لي هذوك اليدين ديالها، خاصهم يتفركوا مزيان. مع داك النهار فاش غسلت حكت منتي، ما حكتش مزيان تحت اليدين. شديت هنا كنديرها البيكربونات الصود، كنتم عارفينه، كندير لها البيكربونات الصود حبيباتي، كنديروا ليه الخل ابيض، كنديروها طبعا في شي بانيو شي حاجه، وكنخلوها واحد شويه، كنعاودوا هذه العمليه مرتين ثلاثه، حتى الا كان يعني تعطلنا ما مسحناها، كنديروها مرتين ثلاثه اربعه، عرفتوا دوك اليدين ما كيتحيدوش، كيبقاو الوسخ شاد لينا فيهم. ومن بعد كنديروا الموس، كنجروا كاع اللي قديناه، شي كيور دون، بقاو هكا معاه شي فرشه ديال الاسنان خاصه للغسل، السلك ديال الماء، حتى نخرجوا كاع داك الوسخ اللي فيها وداك اللي كيبقى في اليدين بحال هكا. هذوك اليدين ديال البلاستيك حتى هما من التحت كيبقى فيهم داك الدهنيات وداك الشيء، وكيبقاو شادين، حتى هما نفركوهم، والا شفناهم تقرفصوا بزاف كنبدلوهم، الا كانوا مهرسات كنبدلوهم طبعا، راه كيتبدلوا هذوك الشيء كامل كيتبدل. نفس الشيء كنديروه الغلاقه اللي سميتو واحد شويه حدا الصفاره، وديك ذاك الثقب ديال الصفاره، حكيتها حبيباتي، حيدتها، مسحت، نشفت، رجعت بلاصتها، مسحت البوطاجي ديالي، اللافاب، والحوض ديالي ديال الكوزينه، الكوزينه نقيه، الدار مرتبه، الا كنا كنديروا كل حاجه بنظام وكنرتبوا كل حاجه، راه كيجيكم كل شيء سهل حبيباتي. واني بيكم وراني نحبكم كاملين، وان شاء الله في هذا الشهر 9 غادي نحاول نحط لكم وجبات يوم، يعني روتين ديال الوجبات اليوميه ان شاء الله غنحاول.